أعزائي المشاهدين أوفياء الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يتجدد اللقاء مرة تانية مع بقى مباراة منتظرة ومرتقبة من جماهير العريقة للنادي الأهلي، نادي القرن، نادي العريق داخل وخارج قارة إفريقيا. اليوم في اليوم الثاني للبطولة العربية رقم 19 للسيدات في الكرة الطائرة، واللي هيتحدد عليها إلى حد كبير بطل البطولة في نهائي مبكر كده ما بين الشقيقين من شمال أفريقيا. النادي الأهلي طبعا بعراقة اسمه وبطولاته وتاريخه، والنادي الصفاقسي اللي اشترك بعد غياب كده وجاي عايز أملا في أنه يحصد البطولة، ولكن هيهات بقى وسط الجماهير الغفيرة للنادي الأهلي، واللي بننقلها لكم في بث مباشر وحي من مجمع الصالات باستاد القاهرة، وقد إيه الجاليات المؤازرة للنادي الأهلي والمؤازرة برضو لتونس أملا في الحفاظ على لقب البطولة العربية للأهلي، وأملا في الوصول إلى اللقب عن طريق الصفاقسي التونسي. طبعا في تشكيل النهارده للفرقتين بيضم بقى ما بينهم جنبات كده للاعبات محترفات في النادي الصفاقسي التونسي، بيضم اثنين محترفات نسب اطوالهم عاليه جدا، نولينا لينوكوفا اوكرانيا 1.96 متر وبتجيد اللعب في مركز 2، وكان اشركها كده المدرب بالامس في مركز 3. هل هو هيلعبها كده النهارده؟ ولكن اظن انه ممكن يلعب في مركز 2 عشان ياثر على هجوم النادي الاهلي. واللاعبه كارولين بورتو برازيليه 1.80 متر برضو من اللاعبات الاقويه داخل صفوف الفريق الصفاقسي، زي ما قال كده استاذ هيثم في استوديو التحليل، ومعاه كابتن محمد شعراوي وكابتن يسرى عبد الكريم. هنشوف النهارده بقى الفرقتين ونديه كده في اللقاء وفي الاداء، هيتميزوا بيهم عن طريق مدربينهم اللي بيجيدوا مع فرقهم في الفترات الاخيره، الكابتن النجم النادي الاهلي السابق كابتن حمدي الصافي وجهاز المعاون الكابتن ياسر صلاح. هيشوف تعليماتهم النهارده لو عايزين يكسبوا اللقاء هينفذوا ازاي، وان كان الفريق التونسي بيطمع بقى وبيطمح انه يفوز على نادي القرن، وده طبعا صعب شويه للاعبات اللي بيضمها النادي الاهلي. طبعا اللي هنمشي بقى واحده واحده كده معاهم وهنقول اسمائهم ايه، ولكن في البدايه عايز الفت نظر مشاهدينا ان تم في البدايه طريقه احماء كده للفرقتين عن طريق الديناميك ستريتش او التسخين بالحركه بدل من التسخين بالثبات، واللي بننبه ليه كل لاعبينا ان ده بيفرق حوالي 40% من الاصابات للاعب، واللي لازم يهتم بيه المدربين في الانديه. هنيجي دلوقتي للنادي الصفاقسي التونسي بصفته النادي الحل ضيف على النادي الاهلي، اللعيبه رقم 2 خلود صمود، ولكن بقى في التوقف هنقولهم، وتبدا كده شروق على الارسال، وادي استقبال جاي لضرب صاحب قوي. النهارده هيتعب شويه النادي الاهلي، هيتعب الصفاقسي هيتعبه، عشان بيتميز طبعا بارسالات قويه وحوائط صد قويه، وكمان ارسالات مؤثره هتاثر شويه على استقبال النادي الاهلي. وان كنا عايزين نستغل القوه الضاربه للنادي الاهلي لازم نشغل منتصف الشبكه. وادي استقبال خارج الثلاثة متر، طبعا هيبقى صعب الاعداد منه للكره السريعه، وبتشوف كده ايه الشامي، ولكن في لمس شبكه بيحسبه الحكم الثاني على لاعبي الصفاقسي.
فؤادي على الشاشة آية الشامي رقم 1، نور الله ياسين رقم 3، كاترينا سينيكوفا رقم 5، دانا أحمد رقم 6، مريم مصطفى ليبرو الفريق رقم 7، نهلة سامح كابتن الفريق رقم 8، شروق محمد رقم 9 معد الفريق، فريد العسقلاني عفوا رقم 12، نرمين إبراهيم رقم 13، رحمة حسن 14، فيوليت ماكوتو رقم 15، واللي بيستعين بيها النادي الأهلي من الأنابيب الكيني للبطولة دي بس رانا ياسر رقم 18. وادي ضربة ساحقة قوية، ولكن الحكم مديها طبعا للفريق الصفاقس التونسي، واستقبال غير متقن من نيولينا لينيكوفا رقم 10، وترجع كده الكرة سهلة في ملعب الصفاقسي، وتقدم للصفاقسي 2-1. وزي ما قلنا هيتعب شوية الفريق الأهلي، وإن كنا عايزين نخش في الأداء بدري لازم نقوي الاستقبال شوية عشان نشتغل من نص الشبكة كتير بوجود قوة ضاربة زي نور ياسين وفريدة العسقلاني. وادي إرسال خارج الملعب اللي من الواضح كده إن فرقة الصفاقسي بتلعب بريسك عالي جدا في الإرسال عشان تبوظ الأداء للنادي الأهلي. ادي نور ياسين على الشاشة، أصغر لاعبات البطولة، مواليد 2000، عندها 1.79 متر. وادي ارسال قوي لفريده العسقلاني اللي ارسالاتها بتميز كده بالسرعه القويه، وفعلا بتستغل خطا مباشر من لاعبي الصفاقسي وتعدل بيه النتيجه 3-0. ويلا بقى يا فريده، يلا يا نادي اهلي، من البدايه كده عايزين نتحكم في اللقاء. وتاني فريده ولكن استقبال جيد المره دي، واعداد في مركز 2، وتختار لاعبه الصفاقسي الضرب خارج الملعب، وحماسه كده من نهله سامح كابتن فريق النادي الاهلي بتشجع زميلتها في البدايه. وادي مدرب الفريق محمد الطرابلسي، وزي ما احنا شايفين اهو باشاره بقى من شروق ومن الحكم الاول كده بخارج الملعب، واول تقدم للنادي الاهلي. وفريده تاني بارسالات قويه بتحرم الفريق الصفاقسي من المشاركه من نص الشبكه، وترجع لمركز 6 واسقاط. ويا نور يا ياسين، يا لاعبه صغيره في السن ولكن قويه طبعا في حائط الصد، وتسقط كده كوره بخبره عاليه نور ياسين، اصغر لاعبات البطوله من الادوار العليا كده بتحقق بيها نقطه مباشره. وادي بقى الحماسه اللي متعودين عليها من حمدي الصافي وهو لاعب، بيوريها لنا بقى وهو مدرب. زي ما احنا شايفين اهي شروق استغلت التقدم لنور ياسين على الشبكه، وتاني فريده العسقلاني بارسالاتها القويه، الله عليك يا فريده، بتطير كده بارسال في الهواء وتلعبه سبايك سريع، بيحقق نقطه مباشره للاهلي وتقدم 6-3. ولازم بقى يتخطف فرقه الصفاقسي كده من البدايه بالجمهور العريق للنادي الاهلي والارسالات القويه من ايد فريده. وادي فعلا تاني ارسال قوي ومنتصف الشبكه يشتغل، ولكن دفاعات من شروق غير متقنه المره دي، بتحاول عليها ايه الشامي وخارج الملعب. هيبقى ده سلاح للصفاقسي وهو الارسالات القويه واستغلال منتصف الشبكه، ولكن طبعا لازم يرد عليه الاهلي، عنده تكامل في عناصره، ويعتبر منتخب مصر بيلاعب منتخب تونس بالهيكل الكامل للفريقين، لان الفريقين بيضموا العديد من لاعبات المنتخب ذو المستوى العالي. وادي بقى حماسه هنا من اللاعبه رقم 15 امال كبير معد الفريق، مواليد 93 امال، ومن اللاعبات المخضرمات وارسالها قوي جدا امال، وبترجع الارسال ريم مساوي رقم 14، وارسال سريع زي ما احنا شايفين، ولكن بقى المتالقه مريم مصطفى بتستقبل كره بتحرم بقى فريق الصفاقسي من انه يتمتع كده بارساله القوي ويحقق لنا النادي الاهلي نقطه غاليه في بدايات المباراه، 7-5. بترجع على الارسال آية الشامي، وارسالاتها طويلة وسريعة آية وفعلا، ولكن استقبال اكثر من رائع، وكرة تاني ترجع من حائط صد ممتع من نور ياسين، وادي تغطية من شروق بخبرة عالية، وآية الشامي تضرب من المنطقة الخلفية، ولكن بيحسب كده الحكم الاول تجاوز من آية الشامي وملامسة للمنطقة الامامية، وده طبعا قانونا يبقى غلط، وفعلا رجليك يا آية لمسة الخط بتاع المنطقة الخلفية، وحسب النقطة عن النادي الأهلي. أنا شايف اللعيبة خرجوا على إن تكنيكال تايم أوت، ولكن الحكم مدي النقطة للصفاقسي، تجاوز من آية الشامي للمنطقة الأمامية. نرجع تاني بتعديل النتيجة ولا إيه؟ وآدي كاترينا سينيسكوفا. إرسال 7 الأهلي 6 الصفاقسي،
وفعلا كره قويه هي بقى بتحقق بيها سينيكوفا النقطه الثامنه والوقت المستقطع الاول، وفي هنا خطا كده في السكور، هل هو 8 6 فعلا ولا 8؟ صحيح 8 6، لان طبعا النقطه كانت رجعت للصفاقسي بفارق نقطتين للنادي الاهلي. وادي الخطا بتاع اللاعيبه رقم 2 خلود صمود لاعيبه مركز 4، واللي هيستغلها طبعا الكابتن المخضرم بقى حمدي الصافي، احسن لقطات كده في بدايات المباراه. وطبعا بقى مؤازره الجماهير الممتعه الرائعه للنادي الاهلي اللي عودنا دائما على تقديم الجديد والمزيد في كافه البطولات والرياضات، وبقناته الرائعه قناه الاهلي اللي بتجمع شمل الاسره المصريه حول بطوله رائعه لبطوله العربيه اللي بتجمع فيها شمل الاخوه العرب. علم مصر طبعا. يا ترى بقى محمد الطرابلسي مدرب فريق الصفاقسي التونسي قال لهم ايه؟ قال لهم لازم تستقبلوا الكره الاولى كويس جدا، تشغلوا منتصف الشبكه عشان نطلع بسنجل بلوك، تبداوا تجيبوا دفاعات قويه من اطراف الملعب للنادي الاهلي، وهنشوف سينيكوفا بتعمل ايه. كاترينا سينيكوفا ارسال قوي لكاترينا مع استقبال خاطئ للاعيبه رقم 2 خلود صمود، ترجع تاني سهله بتلمها المخضرمه الصغيره في السن الكبيره في اللعب نور الله ياسين، بتاخد كرتها كده وتدخل بيها من منتصف الشبكه ومن ثنائي بلوك قوي، وبتحقق نقطه مباشره تنزل امام جهان محمد. النقطه التاسعه والغاليه للاهلي، وادي استقبال غير متقن واعداد مركز 2 وتتضرب خارج حدود الملعب، وبيطالبوا كده بملامسه لحوائط الصد، ولكن باقتدار واضح للحكم الاول اللي بيدير المباراه بيشير انها خارج الملعب. و10 الاهلي 6 الصفاقسي. يلا يا كاترينا من اوكرانيا، كاترينا سينيكوفا ارسال قوي، ومستضيم بقى اللاعيبه بتاعت مركز اربعات رقم 2 خلود صمود، والاستقباله بدا يتهز شويه، وكره تاني قويه من مركز 4 لنهله سامح ترجع سهله لملعب النادي الاهلي، وتاني نهله بتضرب على التاتش المره دي بخبرتها العاليه وبتاخد كده نقطه، ولكن في خطا من الحكم بيقول ان ملامسه للعصا الهوائيه. بتروح النقطه للصفاقسي 7 الصفاقسي 10 الاهلي، وادي ارسال قوي ولكن استقبال اكتر من رائع من كاترينا، واسقاط كده بملامسه لحوائط الصد، ولكن دفاعات غير متقنه من فريق الصفاقسي التونسي، بتاخد بيها النادي الاهلي بياخد نقطه مباشره، وادي الاسقاط اللي كان اكتر من رائع من نهله سامح المخضرمه وكابتن الفريق نهله. وادي استقبال تاني خاطئ بتحاول عليها كده لاعبات تونس اللي نجحت في ارجاع الكره للنادي الاهلي، ولكن الحكم الاول بيشير ان الكره من خارج العصا الهوائيه. طبعا هو ادرى بقى وهو شايف اكتر، وادي احتجاج من كابتن الفريق رقم 15 امال كبير من فريق الصفاقسي التونسي، والجماهير اللي لا تكل ولا تمل في اثبات الوجود وتدعيم فرقها في النادي الاهلي. ونور ياسين بفضل ارسالاتها القويه واستقبال رائع من التوانسه بقى، وكره كده من بين حوائط الصد، ولكن طبعا نور عملت اللي عليها ولعبت ارسال قوي، واقتدار فرقه تونس حتى الان هو اللي وصلها للاداء الممتع ده. 12 الاهلي 8 الصفاقسي، وادي ارسال مع فاطمه الخراط، استقبال اكتر من رائع من مريم مصطفى، وضربه من منتصف الشبكه اللي لازم نستغله كتير النهارده مع فريده العسقلاني وشروق المخضرمه داخل صفوف النادي الاهلي. شروق من اللاعبين طبعا متوسطه السن، مواليد 92 وطولها 1.75 متر، عندها 42 بطوله مع الاهلي ومنتخب مصر. وادي المنطقه الخلفيه وحوائط الصد، لازم ندخل ايدينا جوه شويه يا فريده انت ونهله، ونحاول كده ناثر على هجوم الفريق التونسي اللي بدأ مدربهم يتوتر إلى حد ما محمد الطرابلسي. 9 الصفاقسي 13 الأهلي، والإرسال مع أمال كبير وإرسال قوي المرة دي يا أمال، سريع جدا بيحقق نقطة مباشرة ما بين كاترينا سينيسكوفا الأوكرانية
الثاني امال كبير على الارسال، ارسال سريع برضو ومؤثر، ولكن منين بقى من مريم مصطفى اللي بتحط الكوره على ايدين شروق كده وتقول لها خدي على صينيه من ذهب ارفعي لمنتصف الشبكه لفريده العسقلاني اللي ما كدبتش خبر على طول وتحقق نقطه مباشره لفريقها وتفوق واضح للنادي الاهلي حتى الان من منتصف الشبكه، واللي هيكون مواجه ليه مشكله مع الصفاقس التونسي ونتمناها طبعا مشكله لاخر المباراه. وادي فريده تاني بتعلق كره من البلوك وتلم كورتها واسقاط عالي شويه من ايه، ولكن بدون تغطيه جيده من اللاعبه رقم 2 خلود صمود اللي بتضيع كورتها وتحقق نقطه مباشره لفرقه الاهلي عن طريق اسقاط طبعا لايه الشامي. وادي بقى رضا واضح من الكابتن حمدي كده وهدوء اعصاب الى حد ما يدل ويدي فرقته الثقه، وجماهير النادي الاهلي يعزز من وجودها طبعا داخل الملعب، وارسال قوي من نهله سامح بترجع كده بضربه من منتصف الشبكه ولكن دخلتها بقى في احضان البلوكات العاليه جدا للنادي الاهلي عن طريق فريده العسقلاني رقم 12 اللي طولها ما شاء الله متر 85 وتعتبر من اطول اللاعبات في البطوله هي والمحترفه البرازيليه نولينا لينيكوفا من الصفاقسي متر 96. وزي ما احنا شايفين دلوقتي بدا في التكنيكال تايم اوت الثاني او الوقت المستقطع الثاني، تفوق واضح للنادي الاهلي، وادي بقى الجمهور العريق اللي بيزحف كده خلف فرقته ومستني منهم المزيد من البطولات ويحتفل النهارده ان شاء الله ببطوله تدخل الى جعبه النادي الاهلي نادي القرن في ظل قياده مجلس الاداره المتولي حديثا والمنتخب بقياده كابتن الاجيال كلها والمحبوب العملاق كابتن محمود الخطيب. قد ايه شكل الجماهير فعلا يفرح، وبنقدم بقى هنا رساله الى كافه الاتحادات والقيادات الامنيه بان لازم يرجع الجمهور، هي روح المباريات وهي روح الاداء، وطبعا رساله ايضا للجماهير العزيزه ان تلتزم بالسلوك الرياضي القويم حتى تعلي من شان الرياضه المصريه. وادي ارسال لنهله وترجع كده بدربكه من ملعب تونس وتلمها تاني نهله سامح بعد ما اتاكد ان الكره داخل الملعب وتبرأ ايديها ايه الشامي، لكن لفت كتير قوي وخرجت خارج الملعب. كابتن حمدي اهو بيبص على السكور ومطمن للخمس نقاط الفارق في النتيجه، انا شايف والله ممكن يكون فيها شك انها داخل الملعب، ولكن طبعا احنا بنسمع لكلام الحكام بدون اي اعتراض. واللاعبه رقم 13 كارولين برينو على الارسال، وطبعا زي ما قلت لكم كارولين من البرازيل ونولينا لينيكوفا من اوكرانيا والاثنين من اطول اللاعبات ومميزات جدا في اداء المهارات الهجوميه. وادي 17 الاهلي 11 الصفاقسي. على الارسال فريده العسقلاني بعرفها من ستايلها على طول، فريده بنت بقى نادي هليوبلس واللي انتقلت كده اخر ثلاث اعوام للنادي الاهلي واثبتت بقى مع زميلتها كفاءه وجداره تستحق بوجودها داخل النادي الاهلي، طبعا بنت كابتن احمد العسقلاني كابتن مصر. ريم مساوي رقم 14 ارسالها سريع ريم وفعلا، ولكن مريم مصطفى للارسال ولاي ارسال يتلعب عندنا ليبرو قوي جدا موجود داخل حدود ارضيه الملعب، وناقص بقى ان احنا ندخل ايدينا شويه ايه عشان ناخد بلوك قوي ومؤثر نفرح بيه جماهيرنا كده ونحقق تفوق لنادينا. وفعلا كانت ايه ايديها مفتوحه شويه، نور كانت ضامه عليها كويس، ولكن طبعا الغلطه عند ايه. 17 الاهلي 12 وحسدناكي بقى يا مريم، حركتي بس ايديكي تحت الكره شويه، انت روحي برجلك واقفلي برجلك لناحيه الكره عشان تطلعيها ناحيه المعد، طبعا انت خبره عن الكلام دوت ومشاركاتك الدوليه كفيله بتحقيق المكسب لفرقتك. واستشعر هنا بقى الكابتن حمدي ان في نزول في كيرف الاداء فطلب تايم اوت يهدي بيه فرقته وفي نفس الوقت يقول لهم على تعليمات الاستقبال والارسال المؤثر اللي بتلعبه فرقه الصفاقس التونسي عشان تضعف هجوم النادي الاهلي. قد ايه شكل رائع للجمهور وقد ايه مظهر حضاري فعلا بمؤازره الفرق المصريه لجمهورها وبالاخص طبعا جمهور النادي الاهلي ذو اللون الاحمر اللي بيشعل اي مباريات بالحماسه والكفاح
وطبعا قد ايه بيساهم في رفعه مستوى الرياضات عموما، لان اللاعب لو لقى جمهور بيقدره ولقى اعلام ناشط واقف وراه زي جمهور النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي لازم ينفذ اداء قوي واداء حماسي منقطع النظير وما يبصش ابدا وراه، ولازم دايما يبقى هدفه هو الفوز والنصر. وزي ما احنا شايفين ادي هنا اثر الكابتن حمدي على استقبال على ارسالات فريق الصفاقسي وتلعبها نهله سامح، ولكن كاترينا عفوا رقم 5 تلعب في ايد حائط الصد ولكن تنزل داخل حدود ملعب الاهلي 15 الصفاقسي، وقرب كده الكيرف بتاع الصفاقسي بفضل الارسالات القويه اللي مش عارفين نودي الاستقبال لايد شروق عشان ترفع لنا كور سريعه، وادي الاستقبال خارج منطقه 3 متر، وايه بقى بتضرب في ايد حائط الصد ولكن دفاعات قويه ومستميته، وتاني رقم 2 خلوص صمود من فريق الصفاقسي التونسي وبيحاولوا هنا يرجعوها للاداء لانها لاعبه مهمه ومحوريه داخل فرقتها، ولكن النادي الاهلي ضاغط عليها وهي دي النهارده المحور الاداء للكابتن حمدي الصافي بيلعب عليها كتير ارسالات عشان يضعفها وفي نفس الوقت ماسكها مان بلوك بدبل بلوك قوي جدا، وده اللي عمله فعلا دلوقتي بلعب ارسال قوي على اللاعبه رقم 13 كارولين برونو من البرازيل واللي وقعت قدامها الكره كده بفضل ارسال قوي جدا من ايه الشامي. 19-15 وادي توجيهات بقى الارسال للكابتن حمدي، وتلعب الثاني على كارولين وتتعكس كده بوز باص في مركز 2 بتضرب على الايد الخارجيه لحوائط الصد رقم 8 نهله سامح اللي ظهرت دلوقتي يا نهله ان هم بيضربوا على ايدك كتير لازم تعكسي ايديكي داخل الملعب، وطبعا كان تغيير بقى تكتيكي من الكابتن حمدي نزل دانا شوقي رقم 6 على الشبكه عشان البلوكات العاليه شويه، وادي دانا بتحط كره الايه الشامي اللي تضربها دانا من فوق حائط الصد، دانا بترفع كره تتضرب دانا اي طلقه مدفع يعني من المنطقه الخلفيه لايه الشامي داخل حدود ملعب التوانسه ونقطه مباشره. الله عليك تسلم ايدك يا ايه، تسلم ايدك يا دانا، وتغيير موفق للكابتن حمدي الصافي، ولكن بقى بنضيع ارسال سهل من كاترينا رقم 5 مش وقته خالص يا كاترينا. معلش نعوض تاني، فرق الثلاث نقاط غير مريح بالمره بالاخص الارسالات القويه اللي مع خلود صمود رقم 2، هنشوف كده ارسالها هيسفر عن ايه، ولكن بقى استقبال المره دي من كاترينا خطا في ارسال وخطا في استقبال يا كاترينا للاعبه محترفه ما ينفعش في توقيت زي ده يحرك فرقتك، فارق نقطتين للنادي الاهلي وبيضيق الفارق، وطبعا كان واخد وقت مستقطع الكابتن حمدي ما يقدرش ياخد وقت مستقطع دلوقتي هيحرق كده الوقت المستقطع بتاعه، وتاني صمود ولكن بقى هم بيحاولوا يبعدوا عن مريم مصطفى اللي فضل استقبالها المتقن، ولكن مريم بتروح للكره وتغطي على كاترينا وتستقبل كره قويه جدا تروح لايد المعد دانا اللي بتتشاط من مركز 4 بنقطه مباشره، شروق عفوا اللي نزل التاني في الاداء وفي اللقاء، ونقطة مباشرة بتعترض كده جهان محمد ولكن في ملامسة لحوائط الصد فعلا، وادي تاني ارسال في توقيت حساس جدا بيضيع للنادي الاهلي وبيضيق الفارق لنقطتين مرة تانية، ربنا يستر للارسال اللي هيتلعب من الفريق التونسي مع اللاعبة رقم 7 فاطمة الخراط، ارسالاتهم سريعة جدا زي ما احنا شايفين كانت خطأ مباشر ولكن تداركها كده النادي الاهلي وترجع بدربكة في ملعب تونس اللي هتعمل اسقاط، ولكن الحمد لله كرة داخل ملعبها ونحقق بيها للنادي الاهلي نادي القرن النادي العريق 22-19، واقترب اكتر بنهايات كده الشوط الاول، ونحاول بقى يا كاترينا في الوقت ده سينيسيكوفا نحاول نستقبل كور متقنة، وادي ارسال متقن من شروق ورفع في مركز واحد وتطير وتلعب كرة فعلا تخبط حوائط الصد، ولكن دفاعات قويه لكاترين وتترفع لنهله اللي بتخرج كده بره ايديها وتضرب بريست الايد في مركز 6 من مركز 4 بتحقق نقطه غاليه جدا للنادي الاهلي 23-19، واقترب اكثر النادي الاهلي للحاق بالشوط الاول زي ما احنا شايفين بتقع قدام خلود صمود بدون دفاعات لانها من بتوين البلوك. وقت مستقطع طبعا طلبه بقى الصفاقسي بعد ما حس كده بالاحراج
والتفوق 4 نقاط يأمنوا شوية للأهلي التفوق في الشوط الأول. وأدي اللعيبة بتكلم بعضها، وطبعا الكابتن حمدي بيحاول بقى يهدي الأجواء ويديهم ثقة أكتر في نفسهم، وده هنشوفه بقى بفضل إرسالات شروق في اللقطة القادمة. وطبعا القدرات البدنية والفنية واضحة جدا عند النادي الأهلي إنها ما شاء الله قدرات عالية، وأيضا عند الفريق الصفاقسي لازم نديله حقه إن عنده قدرات بدنية عالية جدا من أطوال وارتقاء وقوة بدنية، وعنده قدرات فنية عالية أيضا من مشاركات لاعبي الصفاقسي في المنتخبات التونسية مثل خلود صمود وشروق القلعي وعزيز الصامت. وأدي إرسال قوي، استقبال جيد المرة دي، وأدي الوان ليج بقى اللي بتعملها ومشهور بيها منتخب البرازيل ومنتخب روسيا، وتاخد كده كورة من خلف المعد تحقق بيها نقطة مباشرة لفرقتها و20-23. وعلى الإرسال خلود صمود اللي بنتمنى، عفوا، على الإرسال آمال كبير رقم 15، إرسال سهل المرة دي واستقبال جيد من كاترينا وضربة ساحقة وترجع تاني الآية الشامي تتردد فيها ولازم تتعكس، أيوة، في منتصف الشبكة ويدربكة، وطبعا كله بينزل دفاع منخفض عشان الضرب الساحق لمنتصف الشبكة من فريدة العسقلاني. وآدي بقى زي ما احنا شايفين فريدة بتستغل كده خبراتها وتضرب على آخر الملعب برست إيديها بدون وجود تغطية جيدة، ونقطة مباشرة للنادي الأهلي. 24-20 والكرة كده راحة في مركز 2 للتوانسة، وضربة قوية زي ما احنا شايفين، رد فعل الكرة بيكون عالي جدا وسريع قوي، ما بيلحقش لاعبي النادي الأهلي وجود تغطيات جيدة ومتقنة على الكرة. في الإعادة تانية اهي فريدة راحت متأخر شوية وإيديها كانت خلف راسها شوية، وبتاخد الكرة باندا كده وتطلع برة، وكارولين بيرونو على الإرسال، وإرسال واستقبال جيد وإعداد كده في محاولة لتصليح الكرة ولكن ترجع سهلة لملعب تونس. وتاني المنطقة الخلفية لكارولين اللي بدأت تضرب بقى كور جامدة جدا ولحاق كده بالكرة من نور ياسين، ترجع تاني، وادي كرة قوية تاني بيحاول صد قوي بتاخده كاترين وترجع لمركز 6 بتضرب برست ايديها ولكن لم يحالفها فيها التوفيق، وبيكسب النادي الاهلي الشوط الاول 25-21. وبيهنوا بعض طبعا لاعبات النادي الاهلي، مجهود طبعا يحسب ليهم ويحسب للجمهور اللي بيأزرهم في المباراة لليوم الثاني في بطولة السيدات للأندية العربية رقم 19، واللي طبعا كان احتل النادي الأهلي زعامة الدول العربية في النسخة رقم 18 للموسم المنقضي وفاز بها في جميع مبارياته 3-0 في النهائي على المجمع البترولي الجزائري 3-0، وكانت بنتيجة أصوات طبعا متألقة 25-15 و25-18 و25-17. واللي لسه لينا لقاء هيبقى فاضل مع المجمع البترولي وبرضه هيعتبر من اللقاءات القوية، واللي لازم إن شاء الله نحسم البطولة النهاردة بفوز مستحق للنادي الأهلي على الصفاقسي التونسي. وبنحترم طبعا الفريق الخصم، فريق الصفاقسي بخبراته وإمكانياته العالية اللي جاي بيها مصر ويشارك في البطولة العربية، بنرفع له القبعة على أدائه الجيد في الشوط الأول، ولكن ننتظر من النادي الأهلي المزيد ومن جمهوره المؤازرة المثلى. نكمل باقي سجل البطولات. في البطولة رقم 18 كان طبعا فاز بيها النادي الأهلي زي ما قلنا على المجمع البترولي الجزائري 3-0، وفاز في كل لقاءاته على باقي الفرق 3-0 برضو، وكان من ضمنهم كان الدفاع المغربي والبحرين البحريني والمتين اللبناني وديلاسال الأردني. بنتمناها طبعا السنة دي بنفس الأداء ونفس القوة، وإن كان داخل بقى صفوف الملعب لاعبتان من صغار السن نور ياسين ودانا شوقي، والاثنين من أصغر اللاعبات وكانوا مشاركات مع منتخب تحت 20 سنة في بطولة العالم بالمكسيك، واللاعبتان مميزتان جدا، دانا في الإعداد ونور ياسين في الضرب وحوائط الصد من منتصف الشبكة. وبيغيب بقى عن اللقاء ما ننساش طبعا مريم متولي عملاق النادي الأهلي ومن أكفأ اللاعبات، وده طبعا اللي بقى بنتمناه ان تعود كده للملاعب سريعا بعد الاستشفاء من الاصابه اللي لحقت بيها واجرت جراحه في الكتف. وطبعا هي النهارده في التاهيل واطمنت عليها تليفونيا بالامس، وبتمنى عودتها لانها من اللاعبين المجتهدين جدا في صفوف ومن ابناء النادي الاهلي، وطبعا هي وزميلاتها بقى بيسطروا تاريخ للنادي الاهلي ولفرقتهم ولنفسهم، وطبعا بيؤازرهم في هذا التاريخ القيادة الحكيمة الجديدة للنادي الأهلي
قيادة الكابتن محمود الخطيب والجماهير العريقة اللي بتؤازر النادي الأهلي حتى الآن. أفضل لقطات الشوط الأول. مركز عليها الكابتن حمدي الصافي اللاعب رقم 2 خلود صمود، بيلعب عليها رسالات كتير وبيمسكها بحوائط صد قويه جدا. هل بقى هيهربها مدرب الفريق التونسي محمد الطرابلسي من الدوران ده ويوديها الدوران الثاني عشان تقابل المعد معاها على الخط، ولا هيسيبها كده، ولا ايه؟ هنشوف دلوقتي في الاداء ونقول لحضراتكم. وادي نهله بخبراتها العاليه اللي بتعمل بيها تاتش بلوك بقى وبترمي في الاماكن الفاضيه كده، وحققت نقط فعلا فعليه وجوهريه نهله سامح لفرقتها. بدانا الشوط الثاني وفي انتظار بقى ظهور كده الشاشه عشان نشرح لكم الاداء. لسه ما زلنا في انتظار صافرة البداية. الإرسال هيكون مع فريق تونس مع معدة الفريق أكيد ريم مساوي، أمال كبير عفوا رقم 15 أتوقع كده، أنا ما شفتش لسه الدوران بتاعهم. فعلا مع كابتن الفريق ومعد الفريق امال كبير رقم 15، ارسالها عالي جدا وبتلعبه على اخر الملعب على كاترين، ولكن بقى ادي فريده عايزين بقوه شويه، فريده واخر الملعب وحائط صد قوي، ولكن تهرب كده الكره من ايد فريده وما تلاقيش دفاعات قويه من شروق تضيع الارسال للنادي الاهلي، ومازال مع النادي الصفاقسي بنقطه مباشره زي ما احنا شايفين كده في الاعاده، لازم يبقى في دفاعات قويه شويه. وبداوا هنا يلعبوا ارسالات اواخر الملعب عشان ياخروا الهجوم السريع، وادي ايه الشامي بتعمل اسقاط وكره كده فيها دربكه وترجع بلحاق كده لسامح لنهله سامح، وتخبط في ايد حوادث الصد من فريده العسقلاني بعد اعداد جيد من شروق وبتحقق للاهلي نقطه مباشره. ترجع شروق على الارسال، ارسال قوي وسريع من شروق واستقبال جيد المره دي، واعداد في مركز اثنين بقى للمتالقه كارولين برونو البرازيليه اللي مستغلها حتى الان الفريق التونسي، وهي محور اداء من مركز اثنين. كارولين طولها 1.80 متر وبتضرب من مستويات عاليه جدا من 2.98 متر، وده ارتقاء عالي جدا بالنسبه لحوائط الصد الاهلاويه، ولكن طبعا هنبدا نوقفها ان شاء الله. واثنين الصفاقسي واحد الاهلي، وادي ايه الشامي ولكن تالق من ليبرو الفريق بقى نهى النوراوي، وتاني كده في منتصف الشبكه بتشدها فريده وتعدي اي حاجه في ملعب الصفاقسي وتتدرب منطقه خلفيه للمتالقه البرازيليه اللي بتحقق نقطه مباشره حتى الان للنقطه الثالثه للصفاقسي، وبدا يعدل من خططه الصفاقسي، بيلعب ارسالات طويله ياخر بيها الهجوم من منتصف الشبكه للنادي الاهلي ويفتح على الاطراف وبالاخص ناحيه اثنين عشان يقابل لاعبي مركز اربعات ويهرب عن الاطوال الموجوده لفريده العسقلاني وآية الشامي. وادي كرة مضروبة تاني بيطلبوا انها تبقى خارج الملعب، ولكن الحكم بيديها انسايد وبيطلبوا كده يسألوا حامل الراية، هنشوف كده الحكم مدي ايه. ادي اعتراض واضح من لاعبات التوانسة الصفاقسي التونسي، ومصمم الحكم الاول عند رأيه هو شايفها اكتر، ولكن شكله كده صدق الحامل الراية ولا ايه، هنشوف بس لما يدي الارسال لمين. وفعلا رجع الارسال تاني للصفاقسي التونسي، هتعدل بقى النتيجه على الشاشه 4-1 الاهلي. فازمه دلوقتي الفريق الاهلاوي، ولكن طبعا بخبراتهم بقى هيقدروا يعدوها، وارسالات قويه جدا وعنيفه بتلحقها بالعافيه شروق وبتلبس عباءه الاتقان والروعه وبايد واحده كده برشاقه عاليه جدا ترفع شروق لفريده العسقلاني اللي ما بتكدبش خبر بقى، وتطير في الهواء وتضرب كره قويه جدا في ملعب الصفاقسي وتعدل بيها النتيجه وترجع الارسال لنهله سامح اللي هتحاول تاثر على استقبال الفريق التونسي. فعلا
خارج ال 3 متر وتتشد الكره في المنطقه الخلفيه، لازم نمسكها بدبل بلوك يا كاترينا تساعدي مع فريده، وكره كده كان فيها رالي ولكن ما تلحقهاش شروق لصعوبه الكره خارجه من ايد الدفاع سريعه جدا، وكانت شروق في المنطقه الخلفيه. لازم هنا طبعا اكيد الكابتن حمدي هيوجه لكاترينا رقم 5 وهي في الخط الامامي تطلع دبل بلوك مع فريده العسقلاني للضرب الخلفي، لان بقى هو محور الاداء عندهم حتى الان، الضرب الخلفي بقى قوي جدا، وادي كاترينا بترد عليهم من الادوار العليا من 10 دور كده من فوق السطوح، تضرب كره قويه بنقطه مباشره كاترينا وتشجع نفسها وتشجع زمايلها، وبيخفض فيها طبعا الدفاعات التونسيه اللاعبه ريم مساوي رقم 14. وفريده بقى بارسالها المتالق هتعمل ايه، وفعلا ارسال قوي جدا واستقبال غير متقن يرجع سهل، وتتشد في مركز 4 لكاترينا تاني، ولكن دفاعات قويه المره دي للتوانسه، وتتعمل كده اسقاط بدون ما تعدي وبدون عنوان للاعبه خلود صمود رقم 2 اللي بتخفق فعلا في ان الكره تعدي للشبكه، ويعدي الاهلي النتيجه. ولسه قايل لحضراتكم في النقطه 4-1 للتوانسه ان الاهلي قادر على تعديل النتيجه بفضل خبرات مدربيه وخبرات لاعبيه، وطبعا روح النادي الاهلي اللي ما بتعرفش المستحيل. وادي فعلا بارسالات قويه لفريده العسقلاني وبتوفيق منقطع النظير من ربنا سبحانه وتعالى، بتاخد بيها نقطه مباشره بفضل ارسالين من الارسالات القويه جدا، بتصبح النتيجه نقطه التعادل مره اخرى 5-5. ما زالت فريده العسقلاني على الارسال، وارسال قوي جدا ومفتري جدا يا فريده، واحنا شايفين دلوقتي يا جماعه لازم ننبه فعلا على ان اللاعب اللي من السنتر بلوك لازم يساعده يعمل له هيلب او اسيستنت بلوك من الاطراف عشان يوقف الضرب الخلفي، ما ينفعش نسيبه كده يا ايه الشامي انت وكاترينا، لازم نضم عليه ونطلع معاه دبل حائط صد او حائط صد مزدوج عشان نوقف الهجوم العنيف من المنطقه الخلفيه. وادي هنا مركز 4 تخبط فيه حائط الصد لنور ياسين اللي هتشدها في مركز 2 لآية الشامي، تضرب بقوه وتاخد ايد حائط الصد ودربكه كده في الملعب التونسي، وادي بقى كره بنقطه مباشره بتتعدل بيها النتيجه وتعدل بيها الاداء لصالح نادي القرن، النادي الاهلي، النادي العملاق بجمهوره وقيادته ولاعبيه ونتائجه طبعا في المواسم الاخيره وقبل الاخيره. 7 الاهلي، 5 الصفاقسي. فريده العسقلاني ما زالت على الارسال في الارسال الرابع ليها، وادي ارسال طبعا قوي واستقبال خاطئ 100%، ترجع للشروق وتشدها في مركز 1 ايه الشامي، بتطمع كده وتضرب في المنطقه الاماميه في 3 متر، ولكن دفاعات قويه، وادي اسقاط ومحاوله من فريده ناجحه وبتعديها نهله سامح كده باستماته، وتاني في مركز 2 للمتالقه رقم 6 جيهان محمد من الصفاقسي التونسي، بتاخد ايد حوض الصد وتنزل نقطه مباشره. دخل ايدينا جوه شويه كاترين انت ونور. نور وصلت كويس قوي ولكن كاترين ما ضمتش عليها. ارسال قوي مره ثانيه ولكن كاترين استقبال متقن المره دي، وادي نور بقى بتعكس الكره كده من الزاويه تروح بيها لللاين في مركز 1 بنقطه مباشره، ويصلوا للتكنيكال تايم اوت، وادي كابتن حمدي بيقول لهم بالراحه اهدوا شويه بخبرته طبعا المعهوده و اعصابه بقى الهاديه اللي بيأثر بيها طبعا بالايجاب طبعا على لعبته. وهنا بقى ده اللي بنقول عليه ان ادي افضل لقطات للفريق التونسي، بدا يعتمد من مركز 2 على المحترفه كارولين، وهي في المنطقه الخلفيه بنضرب من مركز 6 كتير، يبقى لازم نقابل بدبل حائط صد بيساعد بيها سنتر بلوك سواء فريده العسقلاني او نور ياسين، بيضم اليه ايه الشامي او كاترين عشان نطلع دبل حائط صد للضرب الخلفي. وادي بقى رضا كامل هنا عن جهاز النادي الاهلي المكون من الكابتن حمدي الصافي مدير فني، والكابتن ياسر صلاح مساعد مدرب، وكابتن محمد مجدي، والطبيب ايمان محمود، وطبعا كامل البعثه للنادي الاهلي. ثمانية الاهلي، 6 الصفاقسي في الشوط الثاني، بعد طبعا تألق النادي الاهلي وفوزه بالشوط الاول. وادي استئناف اللقاء والارسال مع ايه حمدي الشامي، وبتلعب ارسال قوي لكن استقبال جيد، وادي بقى حائط صد ممتع لنور ياسين، وبيحسب كده ان الكره دابل على اللاعبه رقم 15 فيوليت
عفوا أمال كبير اللي عملت تغطية رائعة، ولكن طبعا بخطأ مهاري كده حسبوا عليها الحكم الأول زي ما شايفين، وبلوك أكتر من رائع للمتألقة نور ياسين، وأدي ضربة في الزوايا الطويلة مش بتاعتك يا نور على فكرة، لازم حائط الصد يطلع يغطي منتصف الملعب وياخد الليبرو أو المدافع بره إيد البلوكات. كانت بس مريم مصطفى سرحت جوه شوية أو أنتوا ما طلعتوش بدري، وأدي هنا في خطأ في دوران الصفاقسي بتصفر عليه الترابيزة، وبيقول إن الإرسال اللي اتلعب إرسال خاطئ مش مع اللاعبة اللي أدت مهارة الإرسال، وبيرجع كده بنقطة سهلة للنادي الأهلي بدون أي مجهود، وبعد طبعا تأثير بقى النادي الأهلي على الصفاقسي ومحاولة تعديل النتيجة والخروج من الكبوة اللي حصلت في بداية الشوط الثاني بعد تقدم الصفاقسي التونسي 4-1 النادي الأهلي، طلعت كده بفضل بقى قيادة الفريق عن طريق حمدي الصافي واقتدار اللاعبات بإرسالات فريدة العسقلاني، وادي إرسال تاني لكاترين ترجع سهلة، لازم بقى نشكل من نص الشبكة ولا ايه؟ هنشوف شروق وفعلا نص الشبكة وتضرب نور ياسين، ولكن حائط صد قوي وترجع تاني منطقة الخلفية، وادي دفاعات لكاترين قوية جدا، آية الشامي بتجهز كده وضربت كرة كسرت بيها حائط الصد، ما شاء الله عليك يا آية، قوة مفرطة ورؤية عالية جدا للملعب بفضل بقى تحكم شروق في اتجاهات الإعداد ودفاعات قوية لكاترين اللاعبة المحترفة داخل صفوف النادي الأهلي. حتى الآن طبعا ما شفناش بقى فيوليت ماكوتو اللي شايلها الكابتن حمدي ليه التقايل ولا إيه، ولكن اللاعبة فيوليت دي بتميز بقوة بدنية واليد اليسرى المميزة جدا داخل فريق الأنابيب الكيني، واللي استعان بها الكابتن حمدي طبعا بقى في نقص كده في صفوف النادي الأهلي عن طريق اللاعبة مريم متولي ربنا يشفيها إن شاء الله وترجع لفريقها بالسلامة، وبدأ يدخل بقى فريدة العسقلاني كانت بتلعب عنده في مركز 4 أو 3 وكان ممكن بيستغلها أوقات كده أو ليه حرية طبعا يستخدمها أوقات في مركز 2 وكان عنده بدائل فحب يسيب بديل بره. أنا شفت اللاعبة فيوليت بتسخن من مركز 3 وبتضرب بقوة جدا باليد اليسرى، ولكن نرجع لمباراتنا وبيضيق الفارق، وأدي كاترين بتستقبل كرة قوية ونهلة سامح ولكن بدون تغطية، وبيصفر الحكم الثاني على لاعبات الصفاقسي التونسي اللي بدأوا يعترضوا كثيرا على الحكام، ولكن في لمس شبكة فعلا وهي نازلة ومش عارفين بيعترضوا على إيه، ولكن بيتسع تاني الفارق لثلاث نقاط، وبيحاول بقى الكابتن حمدي يوقف كده عن طريق نزول اللاعب رقم 18 رنا ياسر الجوهري على الإرسال وخروج نور ياسين، كانت مضيعة الإرسال في اللقطة الأخيرة، ولكن رنا عندها إرسال إسبايك مع الوزب كده فلوتر سريع، هنشوفها تستغله ولا اداها تعليمات بإيه كابتن حمدي الصافي. ادي فعلا رنا لعبت ارسال سريع مع الوزب فعلا واستقبال غير متقن بالمره، وادي هنا كره كده اسقاط في منتصف ملعب النادي الاهلي بتغطيه متاخره لايه الشامي، محتاجين نعيد شويه الدنيا ايه بالنسبه للمهارات الدفاعيه، عندنا الهجوم 10 على 10 محتاجين بقى في الدفاع ننزل تحت شويه ونتحرك بدري للكره برؤيه عاليه وخبراتك العاليه، وادي المتالقه بقى اللي ما حدش يقول ان في تحيز ليها، ولكن كرتها هي اللي بتدل على التالق من منتصف الشبكه، بتلف من بره ايد البلوكات وتضرب كره قويه في مركز واحد بتاخد ايد البلوكات وبنقطه مباشره، ترجع لنا ايه ترجع لنا شروق محمد تاني على الارسال، وادي كره خارج الملعب يا شروق كنا محتاجين ارسالك في اللقطه الاخيره، ويضيق الفارق تاني لنقطتين 11 الصفاقسي 13 الاهلي. كارولين برونو المتالقه في ملعب الصفاقسي وارسال قوي جدا وعنيف واثر على استقبال كاترين، ولكن بقى مريم مصطفى بتيجي كده تستقبل كره كانت رد فعلها سريع جدا وضربه قويه قوي من ايه الشامي، زي ما قلنا عندها المهارات الهجوميه قويه ومميزه ومفرطه للغايه، ولو تميزت كمان في الدفاعات هتبقى لاعبه بتصنف عالميا، ولكن طبعا احنا عارفين ان مع اللقطه الاخيره لبطوله افريقيا لبطوله العرب في النسخه 2016 او النسخه 18 لقينا ان في ثلاث لاعبات من الاهلي حصدوا المراكز المتقدمه وافضليه اللاعبين زي شروق محمد فؤاد،
خدت احسن معد، وآية حمدي الشامي افضل لاعبه مركز 2 واحسن لاعبه بالبطوله، ونجمه الفريق طبعا الغائبه عن الفريق مريم متولي اللي خدت كاس احسن لاعبه من مركز 3 وتغيب طبعا للاصابه. وادي هنا بقى تقدم تاني للنادي الاهلي بفارق 4 نقاط وكره من مركز 4، ومريم بتحاول عليها كده بدفاعات مستميته من مريم مصطفى، وترجع تاني كره سهله وتتشد في مركز 4 للعملاقه والقويه اللي بتحط كره مسقطه، ولكن شروق تستقبلها وفريده تشد كده في مركز 1، وضربه تاني ساحقه لآية الشامي ترجع كره فيها سجال، وادي حائط صد مميز. وايوه كده يا مريم بقى بتقف دفاعات منخفضه قويه جدا، معلش يا مريم انت عملت اللي عليكي، ولكن في ملامسه لحوائط الصد الاهلاويه، بيحسب عليها الحكم الاول نقطة مباشرة لي على الأهلي، 12 الصفاقسي 15 الأهلي. وريم مساوي بترجع تاني على الإرسال، إرسال سهل من ريم وبتحاول عليها وتطلعها مريم مصطفى، وتاني ضربة ساحقة من كاترينا اللي اتعملقت بقى في اللقطة الأخيرة كاترين، وضربت من 2.90 متر من فوق حوائط الصد، بتاخد كده وجه أو جسم اللاعبة التونسية وبيهنوها زمايلها طبعا على التألق وعلى أدائها الرائع. وادي اللاعبة رقم 14 ريم مساوي قاعدة في الأرض حزينة على الكرة اللي جات في جسمها، طبعا بتبقى عيب عندنا في الكرة الطايرة إن اللاعب تيجي الكرة في جسمه أو وجهه، ولكن الأداء طبعا ما يعرفش المستحيل. اللاعبة دي ممكن تلاقيها دلوقتي بمنتهى التألق والجدية. الوقت المستقطع الثاني 16 الاهلي 12 الصفاقسي. نتمنى طبعا ان الاهلي يحقق لنا بقى ثلاثيه نظيفه اليوم ليحتفظ بنفس رقمه القياسي في البطوله العربيه رقم 18 السابقه في العام المنقضي، وحصوله على اللقب بفوز على 6 فرق بنتيجه 3-0. وحماس هنا داخل صفوف الفريق الصفاقسي التونسي اللي طبعا بنحييه على مجهوده، ولكن بقى جمهور الاهلي اللاعب رقم 1 اللي ليه راي تاني، وبيرجع كده الكابتن حمدي في تغيير نور ياسين بتنزل تاني لارضيه الملعب مكان رنا الجوهري، وفريده الفتى الشقي بقى ليه او جميله الجميلات فيرجينيا النادي الاهلي كده، فريده فعلا بتلعب ارسال قوي وبتثبت ده حسن المنظر وحسن الاداء، ولكن هنا بسوء تمركز كده بتحط اللاعبه رقم 15 كوره برست ايديها في ملعب النادي الاهلي، بتضيع كوره فريده او ارسالاتها القويه. اللاعبه رقم 13 عفوا كارولين بيرونو المتالقه، جيهان محمد ارسال سريع واستقبال رائع من نهله، وفريق وكاترين ضرب قوي، ولكن ليبرو قاعد لها بقى في الزوايا كده نايم في الملعب، وادي كره فيها سجال بترجعها شروق على معد الفريق عشان تبوظ عندهم الاعداد، والمتالقه البرازيليه لفريق الصفاقسي. وادي آية الشامي اللي بتضرب برست ايديها في ايد حوائط الصد ولكن بقوه، ويتحقق نقطه مباشره لفريق الاهلي زي ما احنا شايفينه في الاعاده، بتغير كده الكره اتجاهاتها نتيجه قوتها طبعا المفرطه لآية الشامي واللي ممكن تاخد برضه لقب خلال البطولة. وادي ارسال قوي واستقبال غير متقن خارج ال 3 متر، وكرة قوية جدا للغائبة بقى جيهان محمد عن الأداء حتى الآن، وادي كرة بتاخدها نور ياسين بتصطادها كده صائد الأشباح من على سن الشبكة وتنزل بنقطة مباشرة، وتحقق الأداء الرائع والممتع للنادي الأهلي والتفوق 18-13 بفارق 5 نقاط، وترجع آية حمدي الشامي على الإرسال، وآية إرسال قوي آية ولكن خارج الملعب. مطلوب مننا حفاظ على الإرسال في نقاط جوهرية زي النقاط دي، ما ينفعش نضيعه حتى لو كنا هنلعبه بريسك أقل، وأكيد طبعا الكابتن حمدي والكابتن ياسر صلاح وبينبهوهم للكلام ده. وآدي استقبال جيد من كاترين ونور ياسين يا جماعة من ثلاثي حائط صد، بتضرب الكرة من بتوين من خرم إبرة كده زي ما احنا شايفين، آدي التلاتة طالعين، وآدي الكرة من فوق حوائط الصد في ملعب الصفاقسي التونسي. نور ياسين كنت شفتها كده وهي طالعه من 12 سنه ومعرفش انها بنت بقى اللاعب المخضرم كابتن ياسين امين، وبقول لهم ده في لاعبه في النادي الاهلي عندها 12 سنه ما شاء الله بتتميز بالطول والقوه البدنيه، ولكن دي لازم تلعب ثلاثات لانها امل مصر. يمكن رؤيتي اتنفذت طبعا لأدائها القوي على السنين اللي فاتت،
وتحقق للنادي الاهلي كده والمصر الحبيبه المزيد. وادي نهله سامح، وطبعا بيجمع النادي الاهلي ما بين القوه والخبره والرشاقه والمرونه. وزي ما احنا شايفين نهله بتضرب بريست الايد كده على خارج الملعب، وايه الشامي بتضرب بقوه مفرطه، وكاترين بتضرب من الادوار العليا، وفريده بقى ونور ياسين بيحققوا السيمفونيه الكامله لاداء النادي الاهلي. وطبعا بقى بالجدار الصلب مريم مصطفى محمد ليبرو الفريق، واللي بتقوم وتشيل كل مشاكل الفرقه من استقبال ودفاعات، وتقوم هي على عاتقها طبعا وتحقق الاداء الامثل لفريق النادي الاهلي. طبعا ما ننساش بقى صانع الالعاب المخضرم شروق، واللي مستني تحتيه على طول دانا شوقي اللاعبه الواعده مواليد 2000، واللي بتتميز بطول القامه، واللي بيحاول كده جيل الوسط يسلم الجيل الصغير بهدوء وزي ما احنا متعودين في النادي الاهلي باستراتيجيه واضحه. وادي نور ياسين على الارسال، ارسال سبايك قوي وسريع جدا ولكن استقبال جيد. وانا في رايي ان الارسال السبايك القوي مع الوزب مش مؤثر مع الفرق دي يا نور، لان هم بيبقى عندهم مشكله في استقبال الارسالات الفلوتر، ويمكن شفنا في ارسالات فلوتر كتير، ولكن الاستقبال القوي بياخدوه على انه ديفنس وهم ديفنسهم مميز. ادي ارسال تاني قوي ولكن بيلعبوه على اواخر الملعب لكاترين، وتتشد من شروق لنهله سامح صاحبه العين الخبيره، تتألق وتتعملق كده وتلبس رداء العمالقة، وتضرب من دبل حائط صد أو من حائط صد مزدوج قوي جدا بفضل خبراتها العالية. نهلة سامح مواليد 1990، متر 75 نهلة، بتضرب من مستوى مش عالي 275، ولكن بتعوض عدم الارتقاء العالي دوت بالخبرات العالية. وترد علينا فريدة العسقلاني صاحبة القامة الطويلة ما شاء الله فريدة، متر 85، وتاخد حائط صد قوي مزدوج مع آية الشامي. وهنشوف بقى مدى تأثيرهم على أداء الصفاقسي اللي توقف تماما عند النقطة 16. شروق إرسال مؤثر لشروق واستقبال جيد إلى حد ما، ومن مركز 2. وادي شروق بقى قرت الزوايا اللي بتضرب فيها فيوليت، وايه كره قويه جدا، ولكن بقى على سن الشبكه الفريده، نفسك يا فريده انت تضربي الكور الهاي باص ديت، ولما بتصدقي تجيلي الكره كده على سن الشبكه تطلعي في الهواء وتضربي كره قويه في الهواء، وبعينك الخبيره تقدري تشوفي في انهي مكان تضربي فيه الكوره، وتحققي نقطه غاليه للنادي الاهلي، النادي اللي يستحق المزيد من اجل جماهيره، ويستحق المزيد من اجل رفعت اسمه واعلامه القدير اللي بدا يوجه الرياضه نحو التالق والتعملق. ٢٣ الاهلي 16 الصفاقسي. وطبعا لازم ندي فريق الصفاقسي حقه حتى الان، ولكن طبعا الصفاقسي بيلعب باثنين او ثلاثه لعيبه بيواجه بيهم صف كامل، ومش قادر يوزع اللعب على فرقته بالكامل طبعا للاقتدار اللي قايم بيه كابتن حمدي الصافي وياسر صلاح في ازاي يمسكوا مفاتيح اللعب التونسيه. وطبعا ليهم بقى لقاءات كتير قوي مع الانديه التونسيه، وعارفين طريقه الاداء واسلوب الاداء. وادي ارسال تاني من شروق، ولكن في صفاره كده بكره معاده، بيطلب الحكم التاني من مدرب الفريق التونسي محمد الطرابلسي ان البدلاء يقعدوا في المكان المخصص ليهم، وما كانش يستوجب ايقاف المباراه، ولكن هنشوف بقى قرار الحكم ايه. لازم احافظ على ارسالي دلوقتي يا شروق، وظهر في خطا في الروتيشن في الدوران عند الصفاقسي، ولكن بيتاكد هنا من نزول الليبرو نزول صحيح، وبيديله اهو بيطلب من الحكم الاول انه يدي تاخير اداري، ولكن طبعا الحكم الاول هو اللي قرار. وادي شروق بتلعب ارسال قوي وسريع مع استقبال اكثر من رائع وضرب من مركز 4. وادي بقى كاترين ودفاعات قويه لايه الشامي ولشروق، وتاني ليبرو فريق التونسي وضربه قويه تاني، ولكن كاترين وفي لمس حائط صد للشبكه من نهله سامح. فعلا يا نهله جايبه حائط صد لمسه الشبكه، ويمكن هي دي المشكله اللي عندنا الاساسيه يا نهله، نحاول شويه نقلل التايمنج بتاعنا ونقلب ايدينا شويه، مش عيب ان انا اخد بلوك سلبي او بلوك دفاعي. ولكن ادي ارسال بقى ضايع هنا تاني، متشكرين، ارسال خارج الملعب 24 الاهلي، ويفصله عن الاداء الرائع المميز
في الشوط الثاني نقطة واحدة بس ليفوز بالشوط الثاني. 24 الأهلي 17 الصفاقس. وإرسال مع نهلة بتلعب كده على الإيد الخارجية للليبرو اللي قطمت بيها الاستقبال، وده طبعا تكتيك لأنها كده أثرت على الدفاعات، أثرت على سنتر البلوك، وفي تجاوز كده من تحت الشبكة حسبه الحكم الثاني لآية الشامي، واللي بيها انتقل الإرسال لفريق التونسي. وترجع كده في الملعب رقم 5 عزيزة الصامت لاعبة مركز 3، ورقم 14 ريم مساوي الكروس بتاعها على الإرسال. ريم إرسال هادي المرة دي، ومريم مصطفى استقبلته جيدا، وكاترين من الدور العاشر زي ما بنقول، وضرب بقوة، ولكن بقى هنا بترجع كده باستماتة واستقتال من فريق تونس، وتاني مريم مصطفى، وادي بقى الأنيقة المتألقة فريدة، وتاني شروق بتعكس الكرة الكاترين اللي بتضرب من خلخلة حوائط الصد اللي عملتها شروق بفضل خبراتها، نوعت ما بين الضرب السريع من منتصف الشبكة وشدت اللعبة مرتين لكاترين اللي خلخلت بيه حوائط الصد وجعلت الارتياحية والأولوية للنادي الأهلي. وادي بقى الجمهور المتعطش لمزيد من البطولات ولا يتوقف تماما عن مؤازرة النادي الأهلي في كافة المحافل الدولية وفوز بالشوط الثاني، وادي المنظر الرائع اللي نتمنى أن نشاهده في كافة ملاعبنا وكافة الرياضات، وأولهم طبعا كرة القدم اللعبة الأم في مصر. وبندي النهاردة بقى درس لجمهورنا كده عن طريق جمهور النادي الأهلي اللي بيؤازر فرقته في البطولة العربية، ودي احسن اللقطات اللي انا بتمسك عند رايي واللي اكيد هيقوله لهم كابتن حمدي الصافي، ان لازم يساعدوا في منتصف الشبكه ويطلع دبل بلوك للضرب الخلفي، وان كان هم ما بداوش يستغلوه نتيجه الارسالات القويه للنادي الاهلي. فريق تونس طبعا بيضم بين جناباته بقى لاعبات مخضرمات زي امال كبير رقم 15 صانعه الالعاب، وجهان محمد اللي بتتميز طبعا برؤيه عاليه جدا للملعب ودرايه بموقعها وعارفه ازاي تجيب النقطه، وكارولين برونو البرازيليه رقم 13، ونوليتا لينوكوفا اللي اختفت شويه الاوكرانيه اللي هي من اطول اللاعبات 1.96 متر، واللاعبه خلود صمود اللي اشتغلها على طول الكابتن حمدي الصافي في بدايه اللقاء وخرجها خارج الاداء، وده من احد التكتيكات اللي عودنا عليها الكابتن حمدي مع فريق الاهلي، ازاي يلعب على لاعبه مميزه داخل الملعب ويخرجها بره ادائها عشان تخرج خالص من الملعب، وعمل ده فعلا مع اللاعبه خلود صمود. ما ننساش بقى ان الصفاقسي التونسي بيضم طبعا مع جهازه الفني ان التركي، ودي لعبة دولية مخضرمة جدا وتجيد التعامل مع المباريات النهائية لانها لعبت في المنتخب التونسي فترة طويلة جدا، وعارفة مدى قوة وهجوم النادي الاهلي، وطبعا بقى اثرونا بالمعلومات الكابتن هيثم وكابتن محمد شعراوي والكابتن يسرى عبد الكريم في الاستديو التحليلي، ونقلوا لنا كده اول باول فين مصادر القوه والضعف في كلا الفرقتين، وقالوا لنا قد ايه هيشتغل عليهم المدربين، وفعلا شايفين الكلام دوت داخل الملعب، ونجاح للاستديو التحليلي اللي بيقوم بيه النادي الاهلي اثناء وبعد وقبل اللقاءات، ده طبعا عنصر مؤثر في الرياضه المصريه وبينقل خبرات لاعبين دوليين قدامى ومدربين عظماء في المجال، وبيعلم الناس اللي موجود وملتف حول شاشه قناه النادي الاهلي. في رساله كده كانت واضحه من الكابتن جعفر علي رئيس لجنة التحكيم بالبطولة العربية، وكان عضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، واللي أشاد بيها بالاستضافة وتنظيم لمصر، وده اللي خلاهم وخلى رئيس الاتحاد العربي الشيخ علي بن محمد الخليفة صمم في العام الثاني على التوالي استضافة مصر لهذه البطولة، واللي نجحت فعلا باستضافتها عن طريق الاتحاد المصري للكرة الطايرة برئاسة المهندس خالد ناصر سليم وعضوية الكابتن عبد الحميد الوسيمي والمهندس ياسر قمر والعقيد ياسين أمين والعقيد محمد فرج والأستاذة هويدة مندي والكابتن هناء حمزة مدير البطولة والمدير التنفيذي الكابتن أحمد عبد الدايم، كوكبة طبعا من ألمع نجوم الكرة الطائرة المصرية
واشاد الكابتن جعفر علي بمدى رحابه واستضافه بلده الثاني مصر، وشكر بامتنان بالغ النظير قناه النادي الاهلي اللي قال انها بتعمق الاواصل العربيه والوديه بين الفرق ولم الشمل كعاده النادي الاهلي. طبعا على الشاشه بقى جالنا كده كابتن هشام بدراوي مدير المنتخبات الوطنيه، المدير الفني للمنتخبات الوطنيه للسيدات، واللي قاعد بيتابع اللقاءات طبعا عن قرب، وكابتن عادل السداوي حكمنا الدولي المعروف، وكابتن فؤاد عبد السلام طبعا كان رئيس الاتحاد السابق. ننتظر لاستئناف اللقاء، وبيرجع الارسال للنادي الاهلي في شوطه الثالث بعد تقدم شوطين لا شيء للنادي الاهلي، وان شاء الله يختم كده بثلاثيه نظيفه. ادي شروق رقم 9، ارسال سريع وقوي يا شروق واستقبال خاطئ، وادي فريده الكره اللي بتحبها بقى فريده، كان نفسها تلعب مركز اربعات طول ما هي في نادي هليوبلس، ولكن طبعا انتقلت للنادي الاهلي، وفي ظل المنظومه اللي بيعمل بيها النادي الاهلي المكان اللي نستخدم فيه اللاعب لازم يؤدي فيه، وفريده عندها امكانيات تلعب في الثلاث مراكز سواء لاعب من مركز 3 او مركز 4 او مركز 2. وادي هنا شروق بتهني ايه على الارسال القوي اللي لعبته شروق، وايه اصطادته على طول من على الحافه العليا للشبكه، وضربت كده كوره فيها شويه من الاداء النفسي اللي ممكن ياثر على الفريق الصفاقسي بالسلب. وادي تاني شروق واستقبال برده غير متقن، وكره اي حاجه في مركز 4 واسقاط، ولكن في لمس شبكه من ايه الشامي بيحسبه حكم اللقاء. وادي زي ما احنا شايفين فعلا ايه جابت الشبكه كده بايديها اليمين. ارسال مع اللاعبه رقم 15 امال كبير، وترجع كده لنهله سامح اللي قليل قوي بنشوفها من مركز 2، ولكن ضربت في ايد حواط الصد، والحكم الثاني بيقول ايه؟ ادي الكره فعلا في ايد حواط الصد خارج الملعب، كره مستحقه تماما للنادي الاهلي، ولكن اداها الحكم للصفاقسي التونسي حسبها نوت باص، يعني ما جاتش في ايد حواط الصد. وادي استقبال خاطئ من كاترين تلمها عليها مريم طلعت مصطفى، مريم مصطفى عفوا، وادي كره كده خارج الملعب بترجع بقى النقطه لمستحقيها بعد ما حكم كده اللقاء الحكم الثاني حسب كره غريبه على نهله سامح. وادي هنا خارج الملعب، ولازم بقى الجمهور يشتغل في الاونه ديت ويخرج كده الاهلي لتفوق بفارق نقاط عشان ياكد له الصداره. وادي هنا كره في مركز 4، اعتمدوا على الاسقاط كتير بالاخص وهي شروق في الخط الخلفي وايه على الشبكه، وادي بقى ايه بتخرج كده بره ايديها وتضرب كره في اللاين تاخد ايد حواط الصد، واللاعبه رقم 10 نولينا لينيكوفا متر 96 اللي بدات تقف لايه في مركز 4 وبتعمل اسقاط كده وكره باي لك اي حاجه، وبتقول لها علق الكوره، يعني الكوره لسه ما انتهتش ولاعيبه محترفه وبتطلب دلوقتي الاداء، مفروض بعد انتهاء النقطه لازم نتعلم كده اولادنا الصغيرين. وادي كوره هنا قويه وكان ممكن نحاول عليها افضل من كده، ولكن جت بايدينا الخارجيه كده يا نهله، المفروض بالايد العكسيه طبعا، انت خبره عاليه ولكن بقى ظروف الكوره مختلفه عن الكلام اللي احنا بنقوله. هي فعلا حاولت عليها بالايد اللي داخله للملعب، محاوله صحيحه، ولكن طبعا ما لحقتش الكوره بسرعتها. كارولين برونو على الارسال، كارولين ارسالها سريع جدا كارولين ومؤثر، ولكن شروق بتعلق الكوره وفريده بتحاول فيها. وادي ايه الشامي بتضرب تاني على اللاين، ولكن قفله لها بقى المره دي، وتشد كده نهله سامح لكاترينا، كاترينا بتضرب من الدور العاشر يا جماعه، لو شفنا قياساتها كاترينا متر 83 بتضرب من هجوم 2 متر 90، وطبعا بقوه وعنف، وادي الليبرو بقى مش قادر يجابه القوه المفرطه لكاترينا. ولو لاحظنا هنا في ملعب الصفاقسي التونسي هنلاقي ان الدفاع اللي في مركز 6 ما بيروحش مع ميل الضرب، ولكن بيقف عكس الضرب زي بطولات الرجال بالظبط، ولكن في النادي الاهلي سيستمه مختلف، اللاعب في مركز 6 بيروح مع الضرب، وطبعا ده كله بيبقى على حسب اتجاهات حواط الصد وتعليمات المدرب، وكلها خطط لعب بينفذها المدربين داخل ارضيه الملعب. 4 الصفاقسي 5 الاهلي بصفه طبعا الصفاقسي مع الارسال،
وادي هنا استقبال جيد من نهله، ونور ياسين بتلطش الكوره من الادوار العليا. نور ما شاء الله يا بنتي بقوه بدنيه عاليه وبارتقاء عالي، 2 متر 85 وسن صغير يسمح لك انك تبقي لاعبه متالقه دوليه وليكي تصنيف عالمي ان شاء الله. وادي ترجع تاني ايه حمدي الشامي على الارسال، وارسال قوي واستقبال جيد واعداد مركز اربعه، وتعلقها كده شروق زي ما قلنا بلوك دفاعي، وتشدها نور ياسين في المنطقه الخلفيه لايه الشامي اللي بتضرب كره في الكروس في زاويه الملعب كده من مركز واحد في مركز واحد وبره ايد حوائط الصد، وبيكون في تمركز خاطئ للاعبه رقم 15 امال كبير معد الفريق، وطبعا بتكون متقدمه شويه، ولكن ايه الشامي بقى بتضرب بقوه مفرطه اللي بيها بتاخد النقطة مباشرة. وادي ارسال تاني من ايه الشامي بيكون خطأ في الاستقبال، ونور ياسين اللي بتضرب بقوة، وطبعا عدم رؤية كاملة بقى لاتجاهات نور ياسين لانها طبعا بتنط عالي جدا، فالبلوك ما بيقدرش يعرف اتجاه الضرب منها هيكون فين، والمرة دي ضربت من فوق حوائط الصد في مركز 6 بدفاعات طبعا عميقة من احلام ترابيعي اللي شاركت في المباراة، ولكن طبعا احلام ما قدرتش توقف الهجوم القوي للنقطة الثامنة من إيد نور ياسين. في الشوط الثالث دبل سكور، وبدا كده الاداء يروح اكتر للنادي الاهلي ويدخل بقى في اجواء البطوله واحساسه بالتزامه النهارده امام جماهيره اللي حضرت داخل الملعب، وانا شايف كده في جاليات مختلفه داخل الجماهير. وبيستأنف الحكم الاول بصافرة اللقاء والشوط الثالث، والإرسال مع آية الشامي، آية إرسال قوي وسريع باستقبال شبه خاطئ، وحائط صد قوي لكاترين اللي بتصول وتجول داخل حدود ملعب النادي الأهلي، وتحط إيديها أخيرا بقى جوه الملعب وتاخد كده من مصنفة عالمية برازيلية مثل كارولين اللاعبة بصفوف الفريق التونسي. وادي كره تانية هي بتعكسها شروق، وآية تاخدها بره جسمها في ايد حوائط الصد، وحسب فعلا الحكم ملامسه لحوائط الصد، وترجع آية تاني على الارسال، وبيطلب هنا بقى وقت مستقطع مدرب الفريق التونسي محمد الطرابلسي، بدا كده يرتبك شويه هو وفرقته ومش لاقي حلول لما شاء الله للاعيبه النادي الاهلي اللي تألقوا كثيرا في اللقطات الأخيرة بفضل بقى التشجيع الحماسي والقتالي لجمهورهم جمهور النادي الأهلي اللي شايفينه لا يكل ولا يمل في المدرجات مع كل نقطة يؤازر ويصيح لاسم النادي الأهلي، اسم النادي القرن النادي العريق. وادي حمدي الصافي علامة من علامات النادي الأهلي في الكرة الطائرة الحديثة، وطبعا بقى في اسماء كثيره جدا في الكره الطائره القديمه بالنادي الاهلي، ومش هنذكر بقى اسماء عشان ما ننساش حد، ولكن طبعا على سبيل المثال للحصر الكابتن نور عطيه والكابتن محمود فرج والكابتن ايهاب فخر والكابتن فؤاد عبد السلام وسيد مصطفى وامثال كثيره جدا في النادي الاهلي سطروا تاريخ للنادي الاهلي ولمنتخب مصر. وادي كره ثانيه باستقبال كده على استحياء، ولكن طبعا ايه متمركزه بالخطا، كان المفروض اخد جسم اللاعب يا ايه، لو شفنا كده هنلاقيك دخلت جوه شويه. ايوه زي ما شايفين احنا مش بننتقدك، ولكن بنحاول نعلم اولادنا الملتفين حول شاشه قناه الاهلي بنعلمهم بس الاداء يبقى ازاي. وادي كره انسايد جاست انسايد بيقلل بيها الفريق التونسي على كاترين المحترفه الاوكرانيه، وحتى الان لم يتم مشاركه بقى اللاعبه فيوليت اللي استعان بيها النادي الاهلي تامينا كده لمركز 2 ومركز 3،
وشايف انا اللاعيبه كانت بتسخن في بدايه اللقاء في مركز ثلاثه كده، وكانت بتضرب باليد اليسرى كور قويه. وادي مريم مصطفى اللي عملت اجاده وتالق في الكره اللي فاتت، وتاني في مركز اربعه بتاخد ايد حائط الصد ومتابعه من نور ياسين، وادي رد فعل عالي جدا من مريم مصطفى ومن نور ياسين بيستقبلوا بيها كره النادي الاهلي. وتاني ولكن اسقاط بقى على مين المره دي؟ ايه الشامي اللي كنا قلنا يا ايه في الشوط الثاني عندك مشكله شويه في تحركات الدفاعات، لازم تشتغلي على نفسك فيها. وطبعا اكيد شغال عليها الكابتن حمدي والكابتن ياسر والجهاز المعاون، وطبعا هم اغلب اللاعبين اللي بيهاجموا بيبقى عندهم مشكله شويه في الدفاعات، ولكن طبعا هي مش كسوله ولا حاجه، هي بتتميز بقوه بدنيه وطول ما شاء الله عالي جدا، وده محتاج تحرك اسرع شويه واشارات عصبيه اسرع. وادي كاترين هنا كانت في اللقطه الاخيره ضربت كره قويه ورجعت على الارسال بفارق 4 نقاط للنادي الاهلي 11-7. كاترين ارسال قوي ولكن استقبال اكثر من رائع، وتاني من منتصف الشبكه اللي ما استخدموش خالص فرقه الصفاقسي، وتتاخد كده بلوك وترجع سهله لنهله سامح تضرب في ايد حائط الصد، فعلا كان فيها تاتش، وتلمها فرقه الصفاقسي وتلف كده كوره من مركز 4 في اللاين ولكن خارج الملعب للاعبه رقم 6 جهان محمد اللي حاولت تهرب من ايد حائط الصد ولكن خارج الملعب. بينده كده الكابتن المدرب محمد الطرابلسي لحد اكيد لخلود صمود اللي خرجت خالص بره الاداء، واللي استطاع بتكنيك عالي الكابتن حمدي الصافي انه يخرجها من بدايه اللقاء بتوجيه الارسالات عليها ومسكها بدبل بلوك قوي. وادي نهله هنا اخرت فعلا ولكن ايديها كانت مفتوحه شويه، والضرب بقوه من فريق الصفاقسي خلى ايد حوائط الصد تتفتح وياخد الصفاقسي نقطه مباشره. 8 الصفاقسي 12 الاهلي. وعلى الارسال جهان محمد، ارسال سريع وقوي واستقبال غير متقن من مريم ولكنه في حدود 3 متر، وكره قويه من ايه الشامي من المنطقه الخلفيه تضربها خارج ايد البلوكات وتضم كده الليبرو في مركز 6، محاوله للحاق بالكره ولكن طبعا محاوله فاشله او خاطئه. ما زال التقدم يتسيد الموقف للنادي الاهلي، ونور ياسين على الارسال وارسال سبايك بريست الايد كده سريع واستقبال جيد وضرب من مركز 4، لكن اظن ان هي ما تعدتش الشبكه فعلا، وحسب الحكم الاول والحكم الثاني عدم تخطي للكره، وتعتبر 4 باس او 4 لمسات على فريق الصفاقسي. وما زالت نور ياسين على الارسال. يلا يا نور، عايزين نبارك بقى كده للنادي الاهلي في اللقاء. وتاني استقبال جيد وتشد كده للمركز الخلفي من مركز 6 وداخل حدود الملعب بيشير بيها حامل الرايه، ولكن الحكم الاول شايفها انها خارج حدود الملعب، وفعلا هي خارج حدود الملعب. اي فعلا خارج حدود الملعب. قرار سليم يا محمد يا طرابلسي، فعلا خارج حدود الملعب. وادي ارسال تاني بترد عليه كده فرقه الاهلي وبرده خارج حدود الملعب. الست نقاط مش كفايه مع فرقه زي التوانسه، لازم نعزز من وجودنا داخل الملعب ونعزز من اللقاء، ونوقف بقى ارسال عزيزه الصامت دوت اللي ضيعته مباشر كده وريحت الكل. تكنيكال تايم اوت الثاني 16 الاهلي 9 الصفاقسي. سبع نقاط فارق في الشوط الثالث بعد طبعا تسيد الاهلي للقاء في الشوط الاول والثاني 25-21 و25-18. وادي الجمهور العظيم للنادي الاهلي، تشجيع بطريقه منظمه جدا ومحترمه وحضاريه، ولكن بقى نتمنى اكتمال كافه الصور الحضاريه لباقي جماهيرنا من حيث بقى المظهر والالفاظ و الاسلوب في التشجيع، واللي بتتبناه طبعا بقى جماهير الاهلي كده وتثبتهن في المدرجات. ادي كره كده من المنطقه الخلفيه وكان بيشير بيها الحكم انسايد، ولكن هي ممكن تبان ان فيها ملامسه للخط مع الاعاده بطيء، ولكن هي اكتر للاوت، ما نقدرش طبعا نحكم عليها واحنا هنا. ادي ارسال قوي واستقبال جيد، اعداد في مركز 4
ضرب ساحق للاعيبه احلام ترابيعي، ولكن بقى في المنطقه الخلفيه لكاترين طارت في الهواء وضربت كره في الهواء خارج حدود الملعب. يا كاترين ما يطمناش الفارق في الاداء والفارق في المستوى، 6 نقاط قلت مع فرقه قويه زي الصفاقسي ما ينفعش، وادي على الارسال امال كبير واستقبال تاني خارج ال 3 متر يا كاترين، وترجع كره سهله هتتلم وتتشد فين يا امال، والمركز 4 مع اسقاط وفي كده تراخي. اتوقع ان الكابتن حمدي يطلب تايم اوت دلوقتي يوقف بيه نزيف النقاط في النادي الاهلي. هنشوف كده استراتيجيه الكابتن حمدي ايه. فارق ده ل5 نقاط، ولكن استمر الاداء ومريم بتستقبل خارج 3 متر، وادي بقى كره هنا بتخدم الجميع من مركز 2 كده من ايد الخبره نهله سامح، تتضرب في ايد حوات الصد بنقطه مباشره. كان عنده طبعا حق في رؤيته الكابتن حمدي انه يستنى شويه على التايم اوت، مطمن لاداء فرقته، هو ادرى طبعا لانه هو اللي بيمرن الفرقه وعارف فين ادائها. بترجع الملعب اللاعبه كارولين برونو ونهله سامح اللاعبه المحوريه داخل النادي الاهلي واللي بتعرف ازاي تجيب النقاط داخل صفوف النادي الاهلي. على الارسال نهله، وارسال كده قوي ولكنه غير سريع، وفي مركز منتصف الشبكه، وبيشيروا هنا ان الكره انسايد، ولكن اشاره من الحكم الرايه والحكم الاول انها خارج الملعب. ما زالت نهله سامح على الارسال. بدات كده المباراه تلملم بقى اوراقها بفارق 7 نقاط عن الصفاقسي، وصعب انه يفرط النادي الاهلي في مكسب هذه المباراه. وادي بقى الفتاه الجميله الرشيقه بالنادي الاهلي فريده العسقلاني بتتعاملك كده وتطلع تشوت كره فيرست تايم من منتصف الشبكه بيحقق نقطه مباشره. ادي الرشاقه هي اللي فريده وبتاكد على كورتها طبعا داخل حدود الملعب. وادي نهله تاني بارسال مع استقبال خاطئ وكره ترجع اي حاجه، ولكن فور باص على نادي الصفاقسي التونسي. زي ما قلت لحضراتكم بنلملم كده اوراق المباراه واوراق الشوط الثالث بعد بقى اداء بقى متوازن من فريق النادي الاهلي وتالق واضح من لاعبيه وجهازه الفني واقتدار كده في اداره المباراه من الكابتن حمدي الصافي، وازاي اشتغل على مفاتيح اللعب المختلفه داخل صفوف الصفاقسي التونسي، وبدا فعلا بالشغل على خلود صمود رقم 2 واللاعبه المؤثره في مركز 4، خرجها تماما خارج الاداء وخارج الاتقان، وبدا يشتغل مره ثانيه على اللاعبه المحترفه كارولين برونو واللي طلعها برده خارج الاداء وخلى المدرب يغيرها في الشوط الثالث، وهي دي المفاتيح اللي بدا يستخدمها. وادي هنا 2 تايم اوت للنادي الصفاقسي، وتغيير بتخرج ثاني خلود صمود وتنزل اللاعبه البديله رقم 6 جهان محمد اللي بدا هو محتار الكابتن محمد الطرابلسي مين فيهم مصدر الاداء ومين فيهم مصدر الازعاج. نهله سامح بارسالاتها السريعه المؤثره اللي اضعفت استقبال فريق التونسي، وادي تاني من منتصف الشبكه، ولكن تشد بقى نهله الكاترين اللي خلخلت بيها شروق حوائط الصد كده بفضل بقى طول القامه لفريده العسقلاني، وشدت لكاترينا من بتوين حوائط الصد بتضرب في مركز 6 كره مباشره ونقطه غاليه للنادي الاهلي بيدخلهم خلاص في المنعطف الاخير من الشوط الثالث. وادي ارسال تاني ودربكه كده في ملعب الصفاقسي، ولكن بقى هيهات فريق الصفاقسي من الفرق الكبيره اللي لم نفسه في النقطه الاخيره ديت ورجع تاني للاداء وبفارق 9 نقاط يؤكد للاهلي صدارته طبعا في المباراه. وهنشوف بقى مع صافره الحكم النهائيه، نبارك للاهلي بفوزه 3-0 ان شاء الله، ولكن في لمس شبكه هنا حسبوا الحكم الثاني على اللاعبه الضاربه من فريق تونس، وترجع النقطه ب 22 الاهلي 11 الصفاقسي. وادي المنطقه الخلفيه وفريده بتحتفل، ولكن في حمل بقى او كره مزدوجه حسبها الحكم الاول، وفريده كده سابت صافره الحكم وبدات تحتفل بالكوره طبعا قبل ما الكوره تنتهي، وديت من قوتها وثقتها في نفسها وفي ادائها. وما زالت نهله سامح في الارسال السادس ليها على التوالي، وكره انسايد جاست انسايد داخل حدود الملعب، ولكن الحكم الاول بيشير انها خارج الملعب. طبعا الكابتن حمدي بقى بخبرته كده بيهدي لعيبته بفارق النقاط اللي مريحه جدا 12 الصفاقسي 23 الاهلي. كارولين
على الارسال، ارسال سريع ومريم بتستقبل ارسالها، وادي ايه الشامي بتضرب بقوه ولكن تعمل بنده كده في ايد حائط الصد وتشد منطقه خلفيه لكارولين، ولكن دفاعات قويه من مريم مصطفى، ونهله بقى بتحاول كده ان تكسب البونت، ولكن في كده شويه رعونه في اداء فريق النادي الاهلي. طبعا عندهم حق للفارق في الاداء، ولكن طبعا لازم افضل للاخر، 13-23 فارق 10 نقاط ولازم نستمر للاخر عشان احنا فريق بطل. تاني كارولين، وادي استقبال خاطئ وكره كده سجال وتحطها كارولين، وتاني النادي الاهلي بيرجع كره سهله يستقبلها الصفاقسي بدربكه في الفرقتين وترجع الكره اي حاجه، وادي هنا في دبل بيحسبه الحكم الاول على معد فريق الصفاقسي التونسي. امال كبير اللي نادرا ما تحدث اخطاء، ولكن طبعا خطا غالي للنادي الاهلي، 24-13 ويقرب اكتر من النهايه، والحسن الحظ بقى بيختم بارسال فريده العسقلاني اللي حقق التفوق في الشوط الثاني، ولكن المره دي بيضيع يا فريده، مش عارف في ايه بالظبط في ارسالك في الشوط الثالث، مع انه طلع النادي الاهلي من بدايه الشوط الثاني من 4-1 ل 8-4، وهنستنى كده اتاخر شويه الفوز باللقاء. وادي ارسال ثاني سهل واستقبال اكثر من رائع من ليبرو فريق النادي الاهلي، وترجع تاني الكره سهله، ونور ياسين بتسقط كره كده على طريقه الميني فولي بتحقق بيها نقطه مباشره وغاليه، ويفوز النادي الاهلي 25-14 ونتيجه 3 لا شيء. وفعلا نبارك للنادي الاهلي بيفوزوا بثنائيه حتى الان 3 لا شيء، وبنتمنى له طبعا المزيد والتوفيق في المباريات القادمه، وما ننساش بقى نشكر قناه الاهلي اللي بتمدنا دايما بكل ما هو جديد عن طريق الاستوديو التحليلي، الكابتن هيثم والكابتن محمد شعراوي والكابتن يسرى عبد الكريم، ونرجع لهم مره ثانيه يحللوا لنا مباراتنا ديت. وكان معكم معلقكم عزب الشربجي، على امل اللقاء ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأهلي في كل مكان.